أنا أم محمد العياني، نزحت من محافظة صنعاء. طبعا زوجي متوفي منذ سنتين ومعي 3 أولاد وأسكن عند والدي، ما عندي أي مصدر دخل. طبعا جاء مشروع مهارتي بيدي ودخلت أدرس دورة خياطة وما عندي من قبل أي خلفية للخياطة، والآن الحمد لله أستطيع أن أخيط أي شيء. التحقت بالمعمل الذي هو نخيط حقيبة مدرسية وكمامة، شكرا لمركز الملك سلمان وللإغاثة والأعمال الإنسانية مع إتلاف الخير لتعاونهم معنا كوننا أرامل، والآن الحمد لله يعني أقدر أصرف على أولادي.